واللي متعلق بمستر مارسيل كولر. وجه مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي رساله الى جماهير الفريق بعد حضورهم لمباراه الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا. وكتب كولر عبر صفحته الرسميه على فيسبوك: شكرا لجمهور الاهلي العظيم على الاجواء الخياليه، واتمنى ان ارى حضوركم بهذا الشكل الاسطوري كل مباراه. فمن اجلكم طلعت كره القدم، شكرا جزيلا، واتمنى ان اكون دوما سببا لاسعادكم. يعني يمكن يا محمد انت كنت ذكرت هذه النقطه، الجماهير ظهروا بمظهر كبير جدا وجميل في مباراه الهلال السوداني، وكمان اشاده مستر مارسيل كولر بالجمهور في المباراه. اكيد كولر اتكلم وحضر وشاف بنفسه، فكان بقى لازم يعبر عن ده من خلال حساباته الرسميه. ولا ولسه الفتره الجايه هيشوف اكتر واكتر ان شاء الله مع تقدم الادوار في دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه قبل النهائي ان شاء الله. المباراه النهائيه لا الوضع يختلف، هيكون في قرنفالات ان شاء الله باذن الله.